لكنها سمعت صوت أغاني، ومش أي أغاني، دي أغنية لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني. نعمة دخلت برجلها اليمين، وفجأة بتشوف الأستاذ هادي متحزم، وهاتك يا رأس، ويا ريته لوحده، لا ده معاه حتة موزة أي كلام شبه نعمة. واه تعمل ايه يا حزين انت، ومين الحزينة بنت الحزين دي، ليلتك منيلة بنيلة يا ابن المركوب. نعمة حبيبتي انا عايزة افهمك، وحيادك دي قاعدة بريئة، اقسم بالله لسه ما لمستها، والقاعدة ماشية اخوي. اخرس خالص، مش عايزة اسمع لك حس، نهارك لون وشك، وانت تعالي هنا يا بنت المركوب. ومسكت نعمة البنت ونزلت فيها ضرب، وهنا بيطلع البواب على صوت البنت وضرب نعمة فيها، واتلمت الجيران، اللي يضحك واللي بيصور، والبواب عمال يفك الخناقة، وهادي بيقول خد نعمة وانزل، لسه ما عملتش حاجة يا حزين، البنت خدت مني 200 جنيه وبوست ايديها بس، ولسه الخناقة شغالة، ونعمة محدش قادر يشيلها من فوق البيت. واخيرا الجيران قدروا يهربوا البنت، ودلوقتي معاد حساب الاستاذ هادي، علشان كده الست نعمة طردت الجيران علشان تعرف تحاسبه براحتها. نعمة يا حبيبتي، انا عايزة اقولك حاجة، البنت دي بصراحة كانت كلها مميزات، قصدي ما فيهاش غلط، قصدي يعني البنت دي كانت جاية تديني كورس فرنساوي، وانت عارفة الفرنساوي عايز صحة، قصدي عايز تركيز، ورأس ابويا هادي لطفحك الفرنساوي اللي خدته حرف حرف. وفجأة الدنيا ظلمت، بس مش الكهرباء اللي قطعت، لا الدنيا ظلمت في عيون الأستاذ هادي. يلا بقى نسيبه يحاسب على المشاريب، ويلا بينا نطير على العشاق في صعيد مصر، في فيلا الأيوبي نغم مع الحاجة أم حسن في الأوضة، وبتحكي ليها عن حسن ونعمة وطفولتهم، ونغم بتضحك، وبيدخل عليهم حسن، وبتجري نغم تلبس طرحتها لأنها كانت قاعدة مع الحاجة بلبس البيت. حسن بيشوفها غصب عنه ولف وشه تاني لورا، وبيعرف انها فعلا جميلة وجمالها ملوش حدود، ويقول في نفسه سبحان الله الست الجميلة دي ازاي نعمة بتتكلم عليها الكلام الوحش ده. اما حسن بيدخل عليهم وبيقول لهم صباح الخير، ما شاء الله، يعني انا شايف ام الحاجة بتحكي لك عن اسرار. لا 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 يا دكتور حسن، مش أسرار ولا حاجة، دي كانت بتحكي لي عنك وعن نعمة هانم، بس أنا عارفة إن نعمة هانم عصبية قوي. لا والله نعمة أختي طيبة، بس زي ما تقولي كده كل الظروف ضدها. عموما أنا جيت أطمن على أمي وعرفك إن إصلاح الشغالة جهزت الفطار وأنا في انتظارك. وبيفطر حسن مع نغم وبيحكي لها عن نعمة، وإنها اتأخرت في الجواز ومحدش كان راضي يتجوزها، وبالعافية لما اتجوزت هادي اتجوزها علشان يترقى في الشركة، وهادي قاعد في شقة نعمة وتقريبا هي اللي بتصرف عليه وعينه زايغة. وكمان نعمة بقالها أكتر من 15 سنة متجوزة ولسه مخلفتش. نغم اتأثرت قوي بحكاية نعمة، وبدأت تفهم وضع هادي كويس، وفهمت كمان ان نعمة بتغير قوي على حسن وبتعتبره ملكية خاصة ليها. وهم لسه قاعدين على السفرة بيدخل عليهم عصام، صباح الفل على الحلوين، اهده خيانة، بتفطروا من غيري؟ انت اتأخرت يا عصام يا ابن عمي، وبعدين عاوز تقولي ان الفيلا بتاعتك كلها ما فيهاش حد يحضر لك فطار؟ فطرت مرة يا سيدي بدري وعايز افطر معاكو ولا ايه؟ لا طبعا يا عصام اتفضل افطر. بقولك ايه يا مدام نغم، انا كنت جايبلك خبر حلو قوي. خير يا عصام بيه؟ خبر حلو ليا انا؟ ايوه، انا كلمت دكتور معرفة عن حالة ادهم ابنك، وقال لي ان في دكتور كبير قوي جاي من امريكا بعد يومين، ووعدني انه يخليه يشوف ادهم. بجد
أنا متشكرة أوي، متشكرة أوي يا عصام بيه، حضرتك تعبت نفسك. بصراحة مش مصدقة نفسي، ولا كنت عارفة إن حضرتك واخد الموضوع على محمل الجد كده. أولا ده واجب عليا، هأدهم ابني زي ما هو ابنك تمام. أنا صحيح لسه مش متجوز ولا مخلف، لكن سبحان الله حبيته كأنه ابني. ثانيا بلاش عصام بيه، ومدام نغم دي أنا عصام وانتي نغم. وهنا حسن بحس بالغيرة، وبحس إن عصام أصبح مصدر للخطر، ولكن لسه الأمور ماشية طبيعي. وبعد اليوم وعصام لسه موجود معاهم في الفيلا، ونغم بتشوف شغلها على أكمل وجه، وحسن مراقب الوضع من بعيد، وإصلاح الشغالة كمان شايفة شغلها كويس جدا، وبتسمع دبة النملة في الفيلا، لكن مش عارفة توصل لنعمة، علشان نعمة حزينة على جوزها اللي بيتعلم فرنساوي. وبالليل في جنينة فيلا الأيوبي، حسن خارج يشم هوا، سمع عصام بيكلم حد في التليفون وبقول له: يا ابني أنا عصام الأيوبي، أنت فاكر إيه؟ وحياتك مالك؟ وبعت لها رسالة إني عاوز أطلع أوضتها بالليل بعد ما الكل ينام ونقضي الليلة سوا، وطبعا لازم توافق. هو أنا برضو أي حد؟ ولا ينفع واحدة ترفض لي طلب؟ وهنا حسن اتأكد إن عصام وقع نغم في المصيدة، وكان لازم حسن يتأكد بنفسه. وبعد ما الكل نام وحسن تظاهر بالنوم، عصام بيتسحب ويفتح باب أوضة نغم، لكن الغريبة إن الباب كان مفتوح من غير ما يخب. عصام دخل أوضة نغم وقفل الباب وراه والنور مطفي، ويدوب عصام شايف السرير وفي حد نايم على السرير. عصام بالراحة بيقرب وقول: نغم أنا قلت نتسلى سوا، حكم ليل الشتا طويل، ولا أنت إيه رأيك؟ نغم أنت نومك تجيل ولا إيه؟ وبيقرب عصام من السرير وقعد على طرف السرير ومد إيده يحسس على اللي نايم. وفي الوقت ده حسن كان واقف على الباب بالراحة وبيحاول يسمع إيه اللي بيدور جوه، وفجأة حد بخبط على ظهره. حسن بخضة ببص وراه بيشوف إصلاح الشغالة اللي بتقوله: واه سي حسن انت بتلمع أوكر ليه الساعات؟ يخرب عقلك يا إصلاح، مفيش أنا بطمن على الفيلا، يلا يلا اللي مصحيكي روحي نامي. لا أنا مين، أنا مع الست نغم قاعدين بنتسلى وبناكل سوداني في أوضة أمك الحاجة. إيه نغم في أوضة أمي؟ هو أمال الخايب على عينه ده بيعمل إيه جوه؟ واه مين الخايب على عينه دي يا سي حسن؟ أنت متجل في العشا ولا إيه؟ لا 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 اتفضل أنت يلا روحي. ومشيت إصلاح، وفجأة الفيلا كلها بتسمع صريخ أدهم ابن نغم اللي بيصرخ ويقول: حرامي حرامي. طبعا الكل بيجري على الأوضة، وحسن أول واحد بيفتح الباب وياخد الولد في حضنه، لكن للأسف الشباك كان مفتوح والحرامي نط منه. حسن متأكد إن عصام كان داخل لنغم ونغم ما تعرفش حاجة. وتاني يوم الصبح نغم زعلانة وبتقول لحسن: دكتور حسن على فكرة اللي كان في الأوضة ليلة امبارح مش حرامي، أدهم قال لي إنه كان نايم جنبه في السرير وبمد إيده وحسس عليه، معنى كده إن في حد، والموضوع ده أنا مش هسكت عليه. إيه دي بس يا مدام نغم، معقول مفيش حد أصلا غير أنا وإنتي وكان عصام بايت معانا؟ اللي هو عصام فين صحيح؟ محدش شافه ولا سمع له حس من ليلة امبارح. آه فعلا عصام بيه بعت لي رسالة امبارح وقال لي عايزة أتكلم معاكي شوية، وأنا قلت له أوكي، ومن ساعتها ولا حس ولا خبر. ومن هنا حسن فهم إن نغم مش فاهمة كلام عصام، وقرر إنه يبعدها عنه بأي طريقة، علشان كده قال لها تاخد بالها في الكلام مع عصام، لأن عصام بيفهم الناس غلط. وفي نفس الوقت حسن قرر إنه يروح فيلا عصام علشان يهدد ويشتمه ويقوله ملوش دعوة بنغم. حسن بيوصل الفيلا
ويسأل البواب اللي بيقول له حاجة غريبة قوي. أهلا أهلا حسن بيه، الأستاذ عصام جه ليلة امبارح متأخر، أصله يا خوي بيقول لك هجم عليه ديب وفضل يضرب فيه يضرب فيه لحد ما موته. ديب؟ مين اللي موت مين، الديب ولا عصام؟ لا، سي عصام بيه موت الديب، لكن للأسف رجله مكسورة فوق. طيب طلعني ليه بس يا غفير لما نشوف موضوع الديب ده. حسن بيدخل على عصام اللي وشه اصفر من الخض اول ما شافه، ولسه مش مستوعب اللي بيحصل. واول ما شافه، اهلا اهلا حسن يا ابن عمي، ايه بلغتوا البوليس؟ هنبلغ البوليس ليه، ولا يكونش البوليس هيروح يقبض على الديب؟ عصام اتكسف قوي. اه الديب، يلا الله يرحمه، انت مين اللي حكالك يا اخوي؟ بقول لك ايه يا عصام، انا طول عمري اسمع ان الديب يعضك ياكلك يقتلك، انما يكسر رجلك جديدة دي. اقعد بس يا حسن يا ابن عمي، تشرب ايه؟ اشرب من دمك يا عصام عشان تحترم حرمة البيوت. إيه انت بتتكلم على ايه يا ابن عمي، مش فاهم حاجة واصل. لا انت فاهم، بيتي ليه حرمة، والست نغم في حماية، واي حد هيقرب منها هقطع خبره. انا طول عمري بعتبرك اخويا، وعارف انك بتحب الستات الشمال اللي زيك، لكن حظك بقى الست محترمة وشايفة شغلها وانت رمرام، وبرضو عايز تمارس القذارة دي عندي، بس مش في بيتي، انت فاهم ولا لا؟ اه بص بقى يا حسن يا ابن عمي، ما دمت فاهم وشفتني يبقى انت فاهم غلط، نغم دي شمال وهتموت عليا، واني متأكد، اصل برضو يعني مش تلميذ ولا دي اول مرة انا اعرف فيها اي واحدة تحب الراجل وعايزة توجعه. وبعدين يعني هي تهمك في ايه، دي راحت ولا جت واحدة مطلقة. انت كذاب يا عصام، الست ما تعرفش اي حاجة عن عبطك ده ولا في دماغها، وبتعاملك بما يرضي الله. انت غلبان قوي يا دكتور حسن، ده اسمه تجلي نسوان، ونغم دي هتيجي ركعة، هي بس حاسة انها حلوة حبتين تلاتة ومميزة، عشان كده بتتجل ومن حقها يا سيدي. واني برضو بيني وبينك صياد، واحب اطارد الفريسة كتير عشان لما اتعب واوصل لها احس بحلاوة النص. حسن خلاص مش قادر يحدد هل فعلا نغم محترمة ولا بتمثل، وفعلا عصام عجبها وسابه ومشي، بعد ما عصام حط نفسه قدام حسن في تحدي ان نغم هتركع تحت رجلين عصام. وفي فيلا الايوبي بيدخل حسن اوضة وبيقفل على نفسه، ونغم كانت قاعدة في الصالة، ده حتى ما قالهاش السلام عليكم. نغم بتستغرب لان الاوضة اللي حسن دخلها ما هيش اوضته، وبتنادي على اصلاح الشغالة وتقول ست اصلاح لو سمحتي، هو الدكتور حسن داخل الاوضة دي ليه، وليه اصلا الاوضة دي مقفولة، انا عمري ما شفت حد داخلها. اه الاوضة دي اوضة السي حسن، اوضة المكتب، ولا يمكن حد يقدر يدخلها، والموضوع ده بقاله اكتر من 10 سنين، لا يمكن حد يدخلها بتاتا، ولا حتى الست نعمة، ده حتى سي حسن وهو مسافر امريكا كان قافل الاوضة واخد المفتاح معاه، ومستحيل حد يدخلها. نغم مستغربة قوي، غريبة قوي الأوضة دي، هيكون فيها إيه يعني مخبي حسن؟ وبالليل الحاجة كانت تعبانة قوي، ونغم كانت عايزة حسن يساعدها، راحت خبطت على أوضته لكن محدش برد. نغم افتكرت إن حسن تحت في الأوضة المقفولة اللي محدش بيدخلها، نغم نزلت وخبطت على الأوضة بسرعة وبرضه محدش برد. نغم قررت إنها تفتح الأوضة واللي يحصل يحصل علشان تنادي على حسن، وفجأة بتفتح نغم الأوضة علشان تشوف